فقدان الثقة بين المواطن والجهات الحكومية بعد انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة ومنها الصحة، معتبرين بأن كورونا هي أكذوبة من قبل السياسيين يراد منها تغطية عمليات السرقة وفشلهم في توفير الخدمات للمواطن في العراق. هذه شلون نقول تعلاقة بالعامية يعلقون بيها فشلهم السياسي أو فشلهم اللي صار 17 سنة حكمونه بعد النظام البائد، كل شيء ما قدموا. أنا برأيي كمواطن ما أقول لك ماكو، جزء أكو، لكن برأيي إنه هذه عملية لسرقة أموال الشعب. هذا الشعب كله بعد كل شيء مربي عندكم، بس يريد نشتغل، يريد عم نشتغل، جعنا عم كورونا يوم سدوا عم ترى بعد ما ظل واحد غشيم بالعراق، كلها صاحية وكلها تعرف. عم انتم الغشمة، انتم زوجتونا، احنا هسه بالنسبة ان بعد قلنا لكم كل شيء مريد، لا تبليط ولا اريد بعد توظيف ولا اريد بعد بناء ولا اريد مثل الدول، كل شيء مريد نريد احنا من عندكم شغلة واحدة، شنو الحظر وخلي العالم تشتغل. فيما اكد اخرون بان اكذوبة كورونا اصبحت مكشوفة من قبل المواطن، والدليل نحن في مناطق القاطون لم نلاحظ اي اصابة، وفرض حظر التجوال أثر تأثير مباشر على أصحاب القوت اليومي، متسائلين هل إن كورونا تظهر في 3 أيام وتختفي في الأيام الأخرى؟ يعني بتجي بس جمعة وسبت واحد، جمعة وسبت واحد ورا هاي ماكو كورونا؟ ها؟ جاوبنا عليها، إذا ماكو يعني بس جمعة وسبت واحد تجي كورونا، هاي لعدنا الأيام كلها كورونا. موضوع سيس إلى أغراض سياسية أو أمور فساد في بعقوبة، أكو أمور كورونا صحيح في بداية العام الماضي صحيح، لكن حاليا ما نشوف موضوع كورونا بما هو ينقل على الشاشة، أعتبره شغلة سياسية يعني أو أمور لغرض الفساد. أمست جائحة كورونا حديث الساعة بين جميع مستويات المجتمع من عامة الناس ومثقفينا، حيث تصدرت الأحاديث المتداولة بأن كورونا ما هي إلا كذبة لتسوية نزاعات سياسية واقتصادية. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.